وصلنا اليوم إلى ختام مهرجان صير بنعير بنسخته 24. طبعا هذا المهرجان يتميز أول شيء بالطابع البيئي والرياضات والأنشطة الموجودة خلال فترة مهرجان صير بنعير. نشكر أول شيء سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، والأخت هناء السويدي رئيس اللجنة العليا المنظمة، وأخواننا وأخواتنا من أعضاء اللجان جميعا اللي ساهموا في إنجاح هذا المهرجان. طبعا في خلال هذه الأيام يعني شفنا وعشنا فترة جميلة، طلعنا فيها على البيئة البحرية والبيئة بشكل عام في جزيرة صير بنعير والكنوز الطبيعية اللي تمتلكها هذه الجزيرة. طبعا هذه كانت وما زالت يعني دائما توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في الحفاظ على البيئة في كل من كل النواحي، وتوفير تجارب مميزة للزوار وللعالم أجمع من خلال هذه الكنوز الموجودة البيئية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات. نتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح للجميع.